ده الاهلي لم يسرق المباراه، لكن هناك من سرق كاميرا السي بي سي بقى. والمباراه شغاله، الاولاد بتوعنا كانوا بيأدوا دورهم، بيأدوا عملهم على اكمل وجه عشان ننقلوا لحضراتكم الصوره. الامن عمل مفاوضات مع بتوع الالتراس، هم احرار مع بعض، طلعت العربيه بتاعتنا، الاولاد موجودين، مندوبين الانتاج او اللي مسؤولين عن الانتاج وسائق العربيه حصرهم 100 من مشجعي بلطجيه، من المشجعين البلطجيه، لانه اللي يسرق يبقى بلطجي او حرامي على طول. دخلوا العربيه، اختطفوا الكاميرا، جريوا، حاول الولاد بتوعنا بتوع الانتاج انه يجروا وراهم، ثلاثه قدام حوالي 100 واحد خدوا الكاميرا جريوا بيها. احنا الان في مفاوضات مع الامن من اجل استعاده الكاميرا، كاميرا السي بي سي. هل ستعود الكاميرا؟ للاسف الشديد حد قال لك وانتوا كل مره هتظلموا الالتراس. الالتراس النهارده قطعوا الطريق وعطلوا المرور وبيطبطبوا عليهم ويتسلوا ليهم، دول حبايبنا مفيش مشكله خالص، يعني دول حبايب مين بالظبط ما عنديش فكره. يعني المهم ان الكاميرا اتسرقت، وما زالت حتى الان الكاميرا مسروقه، الكاميرا اتسرقت من العربيه اتسرقت، وما يطلعش حد يقول لي دول مش الالتراس. انا بقول لك على الهوا اهو لكل المسؤولين في مصر، 100 من مشجعي الالتراس دخلوا العربيه بتاعت الانتاج بتاعتنا، سرقوا كاميرا وجريوا بيها، الا اذا امي طلعت من تربتها وسرقتها وانا مش واخد بالي، دي تبقى حاجه ثانيه. هنعمل ايه؟ انا كل يوم بقدم بلاغات ولا هعمل ايه يعني؟ انتوا بتدلعوهم بتطبطبوا عليهم، دي حاجه بتاعتكم، دي سياسه الدوله على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي. انتوا احرار واحنا كمان احرار. معانا اسامه امام؟ اكد. ايوه اسامه قول لي. اكد. اتفضل. كابتن شوقي، يعني الوضع زي ما حضرتك وصفته بالفعل، وحتى الان لغايه دلوقتي احنا في مفاوضات مع الامن عشان يقدروا يتفاوضوا مع الالتراس، قيادات الالتراس، انهم يرجعوا لنا الكاميرا. طبعا هم مش قادرين يعترفوا ان هم خدوا الكاميرا وقالوا لهم ما احنا ما خدناش حاجه. اتكلموا احمد ادريس كابو الالتراس او قائد الالتراس اللي كان واقف بيتفاوض مع الكابتن اللواء علي الدمرداش مدير امن القاهره على الدخول الجماهير المباراه، وخلاف طبعا ما تبع الامر النهارده بين حضور الالتراس في مباراه حرس الحدود والاهلي. لكن ما يعني احمد ادريس قال لست اللواء احنا ما خدناش حاجه، ما فيش حاجه عندنا، واحنا لغايه دلوقتي واقفين الوضع زي ما هو، عملنا محضر ومنتظرين الوضع، نشوف هناخد الكاميرا مش هناخدها، مش عارفين الوضع هيوصل لحد فين. اشكرك اسامه، شكرا جزيلا، ومش عايز اضيع وقت المشاهد في مثل هذه الامور، لكنه ده بلاغ على الهوا، احنا عملنا محضر في اسم الشرطه وده بلاغ على الهوا. اذا كان ده بيرضي المسؤولين في مصر اللي بيتبعوا سياسه الحوار فالف مليون اهلا وسهلا بها. اذا كان قطع الطريق شايفينه انه اسلوب جيد مفيش مشكله، قطع الطريق قدام المطعم وبعدين قطع الطريق في صلاح سالم وبعدين راح قدام المدرجات شويه، مش هو مظاهره فرض عضلات، بيقول لك انه اللي بيقول لك تعالى على الحوار، احنا مالناش في الحوار، مالناش في الكلام ده، واللي في دماغنا احنا هنعمله. للاسف الشديد التراس اهلاوي بيعتدي على فريق عمل قناه سي بي سي، تو سي بي سي العامه، كلنا سي بي سي واحد، وسرقوا الكاميرا الخاصه بالقناه، بيقول لك احنا ما سرقناش. زي الكؤوس بتاعت اتحاد الكوره، زي الناشين اللي في اتحاد الكوره، زي الدروع اللي في اتحاد الكوره، ورجعت بعد كام يوم مع احد اعضاء مجلس الاداره اللي موجود حتى الان بيختار المدرب الاجنبي. واضح انه في رعايه كامله، واضح ان في موده ومحبه كامله تجاه الخارجين عن القانون من هذه الفئه. ليه؟ انا مش عارف الحقيقه.